وللمزيد من التفصيل ينضم إلينا من لاهاي زيد تيم الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح بهولندا. سيد زيد أهلا ومرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني ما بين ادعاءات إسرائيلية من قرب القضاء على حركة حماس وأذرعها العسكرية، أيضا الحديث عن قرب القضاء على فرقة كتائب القسام في رفح، نتحدث عن إعلانات متتالية عن كمائن محكمة نصبت لجيش الاحتلال يقتل فيها عدد من الأفراد ويصاب عدد آخر. إلى أي مدى تقرأ هذا التناقض ما بين ما يدعيه الاحتلال وما هو واقع بالفعل في الميدان؟ أسعد الله صباحك أستاذ أحمد، تحية لك ولفضائيتكم المحترمة الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى. طبعا مع كل هذه الأكاذيب الذي يقودها جيش الاحتلال ومسؤولين عن جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس، وما تعرض له غزة من حرب لم تشهد التاريخ على الإطلاق من هذا الظلم وهذه الأكاذيب الغير معهودة من الممثل المبدع نتنياهو وغيره. طبعا أكيد الاحتلال يحاول تقديم الصورة التي يراها مناسبة، ولكن على أرض الواقع ماذا ينتظر الاحتلال من الشعب الفلسطيني بعد كل هذا الظلم وحرب الإبادة والأبارتهايد والعنصرية والتجويع وكل ما يقدمه هذا الاحتلال من ظلم على مرأة ومسمع العالم؟ الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي أن يقاوم، من حقه الطبيعي أن يقاوم بكل أشكال المقاومة السلمية والمقاومة العسكرية وكل أشكال المقاومة، ولكن إذا لأنه هذا الاحتلال لا يريد سلاما مع الشعب الفلسطيني. ولاحظ ماذا قال اليوم بن غفير، قال أن السلطة الفلسطينية يشبه السلطة مثل وكثير من الفصائل كل حال واحد، ويحاول أن لا يكون هناك دعم للسلطة، مع العلم أن السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بكثير من الأشياء الإيجابية والجيدة تجاه الشعب الفلسطيني، وحاولت تثبيت أشياء مهمة جدا للمحاكم الدولية، وتم الاعتراف بالجمعية العامة واليونسكو ومحكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية وكثير من الأشياء الرائعة الجميلة التي تثبت. نعم سيد زيد، بالطبع السلطة قطعت شوط طويل في محاولة الدفع بهذه القضية في المحافل الدولية، لكن قبل أن يداهمنا الوقت يعني أريد أن أحدثك عن متابعتك بطبيعة الحال لمخرجات الاجتماع الذي عقد في بكين بين الفصائل الفلسطينية والنتائج الإيجابية التي خرج بها هذا الاجتماع. وهنا التساؤل الأهم، إلى أي مدى سيقوم الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة يعني عرقلة أي جهود لتوحيد الصف الفلسطيني، لأنه المستفيد الوحيد من هذا أو هذه القطيعة وهذا التفتت في نسيج الصف الفلسطيني؟ أستاذ أحمد، إعلان برلين يشكل يعني أمل جديد للشعب الفلسطيني، ولكن يحتاج إلى ترجمة على الأرض، يعني يحتاج إلى إيجاد شيء عملي على الأرض، وهذا ما يحتاج الشعب الفلسطيني حقيقة. القيادة الفلسطينية جادة جدا بأن يكون هناك جميع الفصائل تحت راية منظمة تحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لأنه الوصول إلى الوحدة الوطنية يحتاج إلى كثير من الأشياء التي تستحق فلسطين من أجلها أن يكون هناك وحدة وطنية فعلا. وإعلان برلين إعلان إيجابي، وأنا بدي أقول لك أي حالة وحدة وطنية تحاول تنغيص هذا الاحتلال، والاحتلال لا يرغب لا هو ولا أعوانه أن يكون الشعب الفلسطيني موحدا تحت رأي وحدي وتحت قيادي وحدي، لأنه يحاول أن يلعب على التناقضات. ولاحظ سيدي العزيز للذكر فقط لا أكثر ولا أقل، أنه يعني المسرحية الذي قادها هذا نتنياهو في 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 أمريكا في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، هذا مسرحية لشخص واحد بالموني دراما، وكثير من الممثلين يعرفوا ما معنى الموني دراما والبانتومايم اللي بيلعبها شخص واحد، عرض ساقط سخيف قدم أكاذيب عديدة، ويأخذ فعلا ملك الكذب المتوج على مسرح الكونغرس الأمريكي الذي هم شركاء فيه. أنا أعتقد كثير من الناس، من هؤلاء الناس والحكومة الإسرائيلية
لا ترغب على الإطلاق بوجود وحدة وطنية، لا ترغب بوجود يعني حتى القيادة الفلسطينية الذي هوجمت كثيرا من بن غفير ومن سموتريتش وكأنهم هم ديمقراطيين وصناع السلام، ومع العلم أنهم ضمن تقارير دولية أستاذ أحمد موجودة، وأنتم أسلفتم وقدمتم كثير من التقارير وكثير من الأشياء في محطتكم المحترمة، أنهم بالدليل القاطع وبالدليل المادي وبالأفلام يثبتوا بشكل واضح أمام محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية التي تحارب ليل نهار من الأمريكان ومن نتنياهو، أنه هذا الاحتلال ارتكب مجازر يندى لها جبين البشرية وتتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهذا شيء واضح. وأنتم أسلفتم في تقريركم منذ دقائق ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة من حرب إبادة لم تشهدها التاريخ على الإطلاق، وحرب إبادة حقيقية، والضفة الغربية كذلك الأمر، ما يحدث في القدس كذلك الأمر، من استيطان وممارسة كل أشكال الأبارتهايد والاستيطان، ومع العلم أنه بعد قرار محكمة العدل الدولية هذا يتعارض تعارضا كاملا، لأنه هذه تعتبر أراضي محتلة ولا يحق للمستوطنين أن يكونوا فيها. كل هذه الأشياء تدرج تحت بند الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية في قطاعاتها في غزة وفي الضفة والقدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى، وعودة اللاجئين وهذا حق مشروع للشعب الفلسطيني ضمنته الشرعية الدولية وضمنه كذلك صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتقديمه الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى تحقيق آماله وطموحاته في دولته الفلسطينية المستقلة. على كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا زيد تيم الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح بهولندا، كنت معنا من لاهاي على ما أضفته إلينا من معلومات، شكرا لك.